إطار الأنشطة اللي كتقوم بها جمعية غرس وهي العديدة، فيها حملات، فيها يعني إصلاحات وبعض الإنشاءات. اليوم ارتئينا أننا الحمد لله وفرنا العدد من الطلبة واحد الإيواء في الحي الجامعي إن شاء الله بدون مقابل، وكنشكر كل ما ساهم في هذه العملية من طلبة تجمعيين من أساتذة اللي حقيقة أن وجهونا لهذا الاتجاه هذا ونجحنا فيه، وكنتمنى الله تعالى في المرة الجاية نكون إن شاء الله وصلنا لواحد العدد أكبر من هذا. اليوم احنا في اطار المبادره اللي قامت بها منتدى الطلبه التجمعيين وجمعيه أغرس من اجل توفير الايواء لواحد العدد ديال الطلبه في الحي الجامعي. احنا كنتواجدوا اليوم بالمقر ديال جمعيه أغرس اللي كتراسها الحاج الدباح، اللي كنشكروه على المجهودات اللي قدمها من اجل اننا نوصلوا باش هذا المشروع يبرز الوجود وانه يتحقق، والحمد لله انه تحقق اليوم، وهذه بادله طيبه واللي كنتمناو انه في المستقبل نمشيو اكثر من هذا العدد. هذا الان عدد ربما قليل ولكن مزيان، نتمناو اننا نوفر واحد العدد ديال الاماكن ديال الايواء بالنسبه للطلبه اكثر من هذا في المستقبل ان شاء الله. وشكرا. شكر جزيل لجمعيه أغرس باسم جميع الطالبات والطلبه، شكرا لهذه المبادره الطيبه اللي كنا بحاجه اليها. كنشكرهم بزاف وكنتمنوا ان شاء الله نستافدوا من الاعمال اللي كتقوم بها وتستافد منها حتى مرات اخرى، سواء كانت في اقليم كوريتيرا او خارج مدينه كوريتيرا، واجدد شكري مره اخرى. السلام عليكم، الاسم ديالي أيوب توجد طالب جامعة بن طوفيل. كنشكر جمعية أغرس على المبادرة الطيبة اللي قامت بها تجاه الطلبة. هي صراحة المبادرة كترفع السقف ديال واحد مجموعة من التحديات، من بينها التحدي ديال تخفف العبء على واحد مجموعة من الطلبة اللي صراحة كيجيو من مدن بعيدة على مدينة القنيطرة، عندهم تكاليف كثيرة، من بينها تكاليف ديال الكراء، مصاريف ديال النقل، المهم هي مصاريف عديدة ومتنوعة. جمعية أغرس حاولت ما أمكن وقدمت البديل لهذ المسألة اللي متعلقة بالتكاليف، ومن بينها السكن الجامعي، وكنتمناو إن شاء الله دير مبادرات أخرى اللي كتصب تجاه هاد إيقاف ومساعدة الطلبة الجامعيين خصوصا في صفوف النساء. لماذا اخترت النساء؟ لأنهم يعانون بشكل كبير 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 ومستفيض من مجموعة من المعاناة.